جلست هناك للظهر بس يسهل، لساته يسهل يطرش. شاف الفحص إنه في بكوليرا، قال هذا في بكوليرا مش عندنا. للأسف الشديد حتى المركز الرئيسي لمعالجة الإسهالات المائية الحادة والكوليرا داخل المدينة يدار من إدارة خارج مكتب الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية. We put everything in place to ensure that the money that is meant to serve the people is serving the people who are in need and only those who are in need. يعني منظمات كداعمة، يعني أنت لما تدعم شخص، أنت المنظمات تدعم، إحنا عارفين إن المنظمات تدعم، بس ليش ما نشوفها على أرض الواقع؟ يعني؟